تابع مع حضرتكم جزء من كلمة الرئيس، وبعد كده هيكون في جزء تاني ورسالة مهمة برضو من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب العراقي. يأتي اجتماعنا اليوم ونحن نشهد تحسنا ملحوظا في الأوضاع بالعراق، واغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بخالص التهنئة إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وللشعب العراقي العزيز على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية، وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل. السادة الحضور، إن انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة على التزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها. كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق، دعما لمساراته نحو الاستقرار، وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا. لقد واجه العراق على مدار سنوات طويلة انعكاسات بالغة السلبية لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف وولات الصراعات والحروب طويلة الأمد، السياق لم يخل من تدخلات خارجية على نحو أثقل كاهل العراقيين وارتدت آثاره إلى كل شعوب المنطقة. وتثمن مصر غاليا في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات، وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلمية وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد وصون وحدة نسيجها الوطنيه.